بعد بوتين اذا قدر ان هو يدخل الى كييف وياخد، هل حلف الناتو موقفه هيبقى ايه؟ يعني احنا بنقول الحرب هتطول، دكتور عبد المنعم شويه بيقول ممكن اسبوعين ثلاثه، مش الحرب مطوله شويه، فكلنا منتظرين انه الحرب تحسم بدخول كييف. طب لو دخل كييف هيسيبوه الناتو؟ انا مش فاهم. بص هو انا شايف ان الهدف مش كييف، الهدف الحكومه، وانا شايف ان هو مش هيخش كييف بقوات نظاميه. حرب المدن ده موضوع مختلف، القوات النظاميه جوه المدن ضعيفه وممكن تتدمر الدبابات. هو حصار المدن، هذا الحصار بيزعج السكان، يوم السكان يهربوا ويفتحوا لهم مسارات، ويقال انه السلطات المخطط، ايوه طبعا، ايوه ده مخطط، ايوه يا فندم، ده بيخفف، بيقفلوا عليه، ويقال انه السلطات الاوكرانيه بتقفل على الناس. ما سلاح ذو حدين، هو الجانب الروسي يرغب في ان السكان يمشوا من المدينه، فيخف عدد السكان، يقدر يدخل الفاجنر ويزعج الغرب باللاجئين. بالظبط، ايوه، يقدر عسكريا يقدر يخفف السكان في المدينه، الفاجنر يخش هو والقوات اللي جايه من الشيشان، والكارت حاجه تفضلت بيه يزعج، يبقى كارت ضغط على الغرب. تمام، واستكمالا للنقطه بتاعه الحرب الاعلاميه حتى يا سياده اللواء اللي كان بيتكلم فيها الدكتور الاستاذ عزت ابراهيم، انه الغرب بيحاول او الاعلام الغربي بيحاول يقول لك انه بوتين بيعمل مجازر في المدنيين في اوكرانيا، في نفس الوقت ده بيساعد بوتين، وفي نفس الوقت يعني مفيش صور طبعا للمجازر، وفي نفس الوقت في صور للدبابات هي مثلا في خرسون وفي بعض المناطق اللي مخترقه، والناس عماله ايه تشتم فيهم، واللي هم الاوكرانيين يعني بيشتموا في العسكريين الروس، طب ما دول ما ذبحوهمش ليه؟ طيب يعني في تناقض شويه. الغرب يرسم مشهد اعلامي على غير الحقيقه، ودي مشكله كبيره جدا، ان الناس بتقيم من خلال الاعلام. فانا عشان كده بقول انا بحط القوات على الارض واشوف معدلات القتال ونشوف الموضوع شكله ايه. لو الموضوع ماشي بوتيره اللي هو بيقول التقييم من جانب الاعلام اللي معناها الكاذبون يعني، ما هو يعني برضو يعني انا سالت عيب يعني انه يكون التقييم من زاويه الاعلام. يعني انا فنم انا عايز اوحك على حاجه، يعني احسن تقييم ان احنا نجيب خريطه ونحط القوات على الارض ونتفق مبدئيا ان القوات اوضاعها دي صحيحه، وبعدين بعد ما نتفق على القوات اوضاعها صحيحه، شكل الحرب شكلها ايه، والتقدم في هذه الاراضي طبيعه الارض شكله ايه، والمدن ما عندوش قوات غير تقليديه تخش المدن، ودي الحرب غير تقليديه، فهيلجأ للشركات الفاجنر، ويلجأ للشيشان. تمام، والتانيين برضو جابوا له مرتزقه، وفي الاخر العالم هيدفع الثمن. خليني انا العالم هيدفع الثمن، انا خايف من النقطه دي جدا جدا.